مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات، والذي يحمل عنوان استعمال نماذج الاحتمال رقم 2، والذي سوف يكون استكمالا لما تكلمنا عنه في الحصة الماضية. نبدأ بسم الله. عند نهاية الحصة سوف نستطيع أن نستعمل نماذج الاحتمال لإيجاد احتمالات الأحداث. بسم الله نبدأ. نتذكر مع بعض قانون الاحتمال النظري، وهو احتمال يتوقع حدوثه. القانون هو P للحدث يساوي عدد النواتج المرغوبة على العدد الكلي للنواتج الممكنة. نبدأ. تعلمنا أن نموذج الاحتمال يتكون من جزئان. الجزء الأول هو الفضاء العيني مثل ما تلاحظون أعزائي الطلاب، والجزء الثاني هو احتمالات الأحداث التي تقع داخل الفضاء العيني. وهذا الأمر مهم، أي سؤال يأتينا يجب استخراج الفضاء العيني ثم احتمالات الأحداث. ولنبدأ بالمثال. انشئ نموذج احتمال للقرص الدوار الموضح. أمامنا قرص دوار عليه الرقمان 1 و2. تلاحظون أن فضاء العيني هنا هو مؤلف من الجزء الأحمر باللون الأحمر، نرمز له بالرمز R1، والجزء الأزرق والذي سوف نرمز له بالرمز B2. طبعا R اختصار للريد اللون الأحمر، والB للون البلو اللون الأزرق. احتمالات الأحداث، لدينا هنا حدثان. الحدث الأول الذي هو الرقم 1 سوف يكون 1 من 2. لماذا الواحد؟ لأنه هناك جزء واحد ذو لون أحمر، والاثنان هو العدد الكلي، بينما سوف يكون اللون الأزرق أو البي 2 سوف يكون 1 من 2 أيضا. ننتقل إلى سؤال آخر. مثال رقم 2، استعمال نماذج احتمال لتقييم الموقف. في تجربة مماثلة استعمل ما أخذناه في الحصة الماضية طبعا، استعمل معلم العلوم وعاء غير شفاف، أي غير واضح الكرات بداخله، لذا لم يمكن طلاب أن يعرفون عدد وألوان الكرات الزجاجية في الوعاء. سحب كل طالب من 30 طالب كرة زجاجية ودون لونها ثم أعادها إلى الوعاء. بالاستناد إلى النتائج الموضحة في الجدول المجاور، ماذا يمكن أن يستنتج الطلاب عن احتمال سحب كرة زجاجية حمراء؟ طبعا الجدول الذي أمامنا، اللون الأحمر والأزرق والأخضر هي ألوان الكرات، والعدد الكلي ها هنا هو 30 كرة، بحيث لو جمعنا 4 + 11 + 15 سوف يكون المجموع هو 30. ننشئ النموذج. طبعا الكرات الحمراء والكرات الزرقاء والكرات الخضراء. فإنشاء النموذج، نبدأ بسم الله في الحل. ننشئ نموذج احتمال بناء على الاحتمال التجريبي. نرى الجدول أمامنا للمرة الثانية، الكرات الحمراء والزرقاء والخضراء. فضاء العينة هنا أول شيء نقوم به هو اللون، أو الفضاء العينة هو اللون الأحمر والأزرق والأخضر. حدد الأحداث الثلاثة الممكنة. سوف تلاحظون هناك لدينا 3 أحداث. عند سحب كرة زجاجية حمراء سوف يكون 4 من 30. لماذا 4؟ لأنه الرقم الأحمر هناك 4 كرات حمراء، فأربعة من 30. عند سحب كرة زجاجية زرقاء سوف يكون 11 من 30، وعند سحب كرة زجاجية خضراء 15 من 30. بناء على الاحتمال التجريبي يمكن للطلاب استنتاج أن احتمال سحب كرة حمراء وهو المطلوب في السؤال يساوي 13.1/3% تقريبا. تلاحظون أن الرقم 4/30 هو كقيمة نسبة مئوية هو 13.1/3%، مثل ما تلاحظون. ويمكن ها هنا استخدام الآلة الحاسبة، لأن الرقم من الصعوبة استخراجه، فممكن أن نقوم بضرب 4/30 ضرب 100، أو نقسم 4/30 ونضرب في 100، نتحصل على النسبة المئوية. لو انتقلنا إلى بعض التمارين والمسائل،
سؤال رقم 5، أحضر معلم الرياضيات سلة مملوءة بالفاكهة إلى الصف وطلب من طلابه 20 أن يختار كل منهم ثمرة واحدة من السلة وهو مغمض العينين، ثم تسجيل نوع الفاكهة وإعادتها إلى السلة ثانية. لا يعرف الطلاب عدد ثمار الفاكهة الموجودة في السلة أو أنواعها بناء على النتائج الموضحة في الجدول الأدنى. ماذا يمكن أن نستنتج الطلاب حول احتمال اختيار ثمرة تفاح من السلة؟ نلاحظ الجدول الموجود أمامنا، التفاح والبرتقال والخوخ. نبدأ بالحل أعزائي الطلاب. فضاء العينة هو 3 ثمرات، ثمرة الخوخ والبرتقال والتفاح. نبدأ بإيجاد احتمالات الحوادث تباعا. نبدأ بالتفاح، سوف يكونها ماذا تلاحظون؟ 5. نعم، 5 من 20. لماذا 20؟ لأن مجموع الأرقام أو مجموع الفواكه هي 20 قطعة من الفاكهة، إذن 5 من 20. بينما احتمال البرتقال ماذا يكون؟ نعم، 2 من 20، لأن البرتقال عددها 2 والمجموع الكلي هو 20. بينما الخوخ سوف يكون 13 من 20. الذي يطلب في السؤال هو ما هو احتمال اختيار ثمرة التفاح من السلة؟ إذا احتمال اختيار ثمرة التفاح من السلة هو 5 من 20. 5 من 20 يقابله في النسبة المئوية 25%. لماذا؟ لأن 5 هنا ضربت في 5 والعشرين ضربت في 5، فنكون قد حصلنا على النسبة المئوية اللي هي 25%. إذن احتمال ثمرة التفاح من السلة هو 25%. ننتقل إلى الصفحة 183. نلاحظ السؤال رقم 9، ثمة صندوق يحتوي على خرز من الزجاج والخشب والنحاس في متجر للوازم الفنية والحرفية. يختار بعض الأصدقاء تباعا خرزة من الصندوق من دون النظر إليها ويسجلون نوع الخرزة ثم يعيدونها إلى الصندوق. يبين الجدول المجاور نتائج 300 اختيار. الزجاج 60، الخشب 96، والنحاس 144. لو جمعناها كاملة سوف نحصل على 300 خرزة. اكتب مطلب الأول، اكتب نموذج احتمال لاختيار خرزة من الصندوق. نحدد فضلاء العينة 3 أجزاء، الزجاج والخشب والنحاس. نبدأ باحتمال الحوادث. نبدأ بالزجاج. نعم، الزجاج 60 من 300، أحسنت عزيزي الطالب. ثم الخشب سوف يكون ماذا؟ نعم، 96 من 300. إذا الزجاج 60 من 300 والخشب 96 من 300، بينما النحاس سوف يكون 144 من 300. بذا نكون قد انتهينا من درس اليوم أعزائي الطلاب. شكرا لكم أحبابي، وعلى أمل اللقاء بكم في درس آخر من دروس الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.